صباح الخير عليكم اخوتي الاعزاء، صباح النور، صباح الورد، صباح الياسمين، صباح الزبده وصباح الكوفيتير. صبحوا تربحوا يا احلى متابعين. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي اتم الصحه والعافيه، لا نتوما لا الناس نداد عليكم. كنتمنى من الميمات ديالي خوتي وخواتاتي اعطوني اللايكات ديالكم وضروا لي التعاليق والبارطاج الى جات على خاطركم. الله يكبر بكم اخوتي الاعزاء، الله يرحم لكم الوالدين. كما عدت معكم اخوتي البارح قلت لكم انني غادي نتواصل مع الاخت مريم صديقه ديال سعاد جوهره مغربيه اللي نايضه هاد الضجه كامله في اليوتيوب. كما كتعرفوا كل واحد كيقول كنطالبوا مريم انها توضح، كنطالبوا مريم انها توضح، مريم مطلوبه توضح. لهذا غنطلع معكم مريم دابا، غتسمعوا الاخت مريم غتوضح لكم كامل داك الاسئله اللي سولتوني في التعاليق وداكشي اللي باغا نتعرفوا والكذوب اللي قلت لكم كيتنشر على منصه اليوتيوب سيرتو من طرف ديك المنصه. انا كنهضر على ديك المنصه، اما بعض القنوات اللي معانا اللي كيطرحوا تساؤلات ولا هذه راه غير من باب الحب ديالهم لسعاد والدفاع ديالهم لسعاد والخوف ديالهم على سعاد. هادشي ما كان كذلك بعض المتابعين. دابا اخوتي غنحط لكم مكالمه، اعطوني اخوتي اللايكات ديالكم وتصنتوا لي اخوتي حتى انا كنسول مريم وهي كتجاوب. واخا هي عيانه الله يشافيها، الله يشافيها يا ربي. كنتمنى انكم اخوتي تسمعوا المكالمه كامله باش تفهموا كل شيء. راه جميع الاسئله اللي كتسولين في التعليق سولت عليهم باش نتوما اخوتي تحطوا في الصوره. السلام عليكم اختي مريم. السلام يا زين، كي داير؟ كي دايره اختي مع الصحه؟ بخير. كيبقيتي شويه؟ راك شتيني كي دايره شويه ولكن الحمد لله. ايوا الحمد لله اختي. المهم الله يشافيك، الله يشافيك يا ربي. امين اخويا، الله يرضى عليك. المهم اختي مريم راك عارفه شنو واقع، راك عارفه هادشي اللي داير في اليوتيوب، راك عارفه. شوفي الناس ضاخو ما عرفوش شنو يصحو. اسمعني انا كنت باغا نطلع معاك في اللايف ياك، دابا تسجل هاد المكالمة وغادي حيت انت راك شتيني كي دايرة، راك عارف ما بغاش نتهضر في الامور الشخصية حيت شتا المرض راه غادي يتشفاو فيا، فهمتي؟ لا بالعكس، المرض ما بغاو يتشفاو حتى شي واحد. الله يشافيك اختي مريم، اللي تشفى في المرض راه ما فيش الرحمة. المهم يا سين سولني انا غنجاوبك على كل شيء. انا غنسولك فوالا مريم اختي، غادي نسولك على سولني. بغيت نسولك على اول اتصال كان بينك وبين صاحبه منصه عرفتي اللي كانت دخلت بالصلح، تحيه للروباله اللي كانت بينك وبينها مكالمه على الصلح. امتى اول مكالمه بينك وبينها؟ اول حاجه انا غادي نوضح واحد النقطه. الروباله انا اللي عيطت ليها وشعبان إذا باقي عقلتي ياسين، شهر ثلاثة عيطت عليك وقلت لك عطيني نمرة ديال الروباله. عقلت في شهر ثلاثة ماشي عام، في شهر ثلاثة 2024 نهار خمسة بالضبط. تي عقلت هذيك الوقيته كان سعاد فاش كانت كتهضر معانا وكانت كتخايفة باش تجيب بنتها وكعارف وكانت قارات وراك شتي شحال ديال الفلوس اللي خسرات وكانت كتشكي. وشوية سعاد قالت لي صافي، يعني صافي انا غنزيد نكمل. حبست ما بقى، عيطت لها مرة، عيطت لها مرة كان المحتوى ديالها النمرة ديالها. بعد عطات لي واحد السيد الله يذكره بالخير، انتي بوار باقي نمرتها مروجيستريا ما غاديش نذكر سمية شكون. خديت النمرة عيطت لها قلت لها انا فلانة صاحبة سعاد، هضرت معايا يعني صراحة انا كنقول الحق حتى انا من هادوك تعرف انا من انا متابعة لحد، انا تابعة الراس وتابعة كلمة الحق. عيطت لها ما قالت شي كلمة ديال العيب، هضرت معايا في حدود ديال انها هي مكرهاتش ان الدريات يتصالحوا مع المهم ومكرهاتش الشمال يتجمع وهاد المسلسل يتسالى، فهمتي؟ هادي هي الهضرة اللي دازت. قلت ليها إلا بغينا ندخلو بخيط بيض، قالت ليا إيه مرحبا، قالت ليا تا أنا مادا بيا وتا أنا رانا أم. المهم وداز الحوار على هاد النطاق، سالات المكالمة، تقطع الاتصال بيني وبينها. حتى انا وسعاد فاش انا كنت في السبيطار كانت سعاد كتعيط ليا تقريبا يوميا. سمحي اختي مريم غادي نقاطعك واحد النقطه، سمحي اختي مريم، بالنسبه ملي عيطتي لها في شهر ثلاثة ما بقاش بيناتكم الاتصال حتى مؤخرا؟ لا ما بقاش بيناتنا الاتصال حتى مؤخرا فاش سعاد خرج من السبيطار وعاودنا هضرنا في نفس الموضوع.
وهي سكرات بزاف وعيات مبقاش عندها مناش، والدري مريض العافية الوسيس في الراس عيان، وبغات تعطي وقت لبنتها وتبروفيتي هاد الوقت لهاد العام هذا اللي بنتها معاها فيه يعني. والمحاكم قاروها، شكات عليا قلت لها صافي سعاد حدي هاد الشي، حيت انا مش حال هادي ضد الشكايات، وانت راك عارف هاد الشي ياسين، وضد هاد الشي تاع الحبس وضد التخربيق كامل من الاساس. قلت لها صافي حدي هاد المرض هذا، قلت لها وسدي هاد الشي هذا وصافي، وزعما كاين قولي للمحامي ودي انا راه مبقاش عندي باش نخلصك صافي نصاحبي. واحد القضية اختي مريم سي قاطعتك باش نوضح لك غير النقط اللي كيروجوا في اليوتيوب. انت حلفتي واش فعلا انت حلفتي قلتي والله تنفرق سعاد على الاستاذة ديالها نحيد لها ديك الاستاذة؟ انا حلفت اش قلت؟ والله سعاد تنفرق على الاستاذة ديالها، على الاستاذة تحية الاستاذة الروقاني. انا فاش دار الحوار بيني وبين سعاد على الاسعاب ان هي كتخلص غاليه، بحكم انها بحكم انها كتتلاصه من مدينه لمدينه، كتسبوست من مدينه لمدينه، وفي المكالمه راه كنت هضره مع لبنى وقلت لها نفس الهضره، قلت لها راه سعاد تقدر تبدل حتى كلمه الحق نقول هضره اللي قلتها راني قلتها، قلت لها تقدر تبدل حتى المحاميه على وديتهاش ما بقاش عندها باش، وهذا الشيء راه حاضره لي السر لبنى راه تخرج تقولها. قالت لي انا تلاقيت مع واحد المحامي وكان حتى سعاد، لان سعاد قالت لي انا يعني الاتعاب بزاف عليها باش تبقى تخلصهم، لان محامية كبيره ملي كتجي من مدينه لمدينه خاصها واحد العصوم فهمتيني. فعلا ملي كنا كنهضروا على هاد الشيء تاع التنازلات. بالنسبه للاتصال اختي كيقول لك اختي مريم عاوتاني انك انت كان عندك تواصل مع مع لبنى، غنسميها لبنى، كان عندك معها تواصل. شوف كلمه الحق انا غادي نقولها، لبنى دخلتها عائشه الروباله ياك، ومره اخرى ثاني دخلت مع عائشه الروباله، ومره واحده اخرى كان بالحد كان عيطوا لي، كان بالاثنين يمكن. كنت انا خارجه عيطت لي الروباله، وهي عيطت لهم واش انا اللي عيطت لبنى؟ قلت لها ما عقلتش شنو كنا هضرنا بالضبط باش ما نقولش لك، قلت لها اختي سمحي لي لقيت المكالمه ديالك ديالك، وكنا هضرنا على على شي تاع زعما تاع ترد عليا على حسب يمكن يوصل بقى قلت واش تا هي تنازل ولا لا، مو شي حاجه بحال هكا يعني. عيطت لها المره الاولى انا وسعاد ودخلنا معنا الروباله ولبنى، ومره الثانيه انا اللي عيطت لبنى، والمره الثالثه انا وسعاد عيطنا لبنى مع 6 ديال الصباح. ما قلتش مزيان. بالنسبه للتعارف ديالك مع سعاد، واش عرفتي سعاد امتى المده وانت كتعرفي سعاد؟ واش من قبل ملي كانت فعلا مع بوكريشه وطلقات وعاود رجعت ولا غير مؤخرا؟ لا لا انا نمرتها خديتها من اللايف ديال واحد السيده عندها قناه باش نسميها باش حتى نسميها باش ما نشعرهاش، ودخلت في لايف وبقات فيا القصه ودافعت عليها وانا ما كنعرفهاش، ومن بعد خديت نمرة سعاد من عند ديك السيده، وتما كانت نقطه تعارف يعني مني كان عندها مشاكل. مزيان، حيت كاين البعض كيقول لك انك انت قديمه صديقه ديالها وانك انت كتواصلي مع الطرف والطرف. لا انا ما كنعرفهاش ياسين، وانت راك عارف هذا الشيء بلا ما نحتاج انا نقولو لك. نعم غير باش الناس فهمتي الناس يسمعوا باش يعرفوا الحقيقه، لان كل واحد دابا كيبغي يلغى راك عارفه. انت الصراحه راك عارفها يا سيدي، انا راه مقوله وهذا الشيء راه معروف، وهذا الشيء راه معروف، راه معروف انا فين تلاقيت بها، ومعروف انا كيفاش تلاقيت بها. كنت انا وكانت واحد الاخت اسماء، وحنا الاولين في نفس المومون تلاقينا معاها. صافي الله يعطيك الصحه، باش الناس تما يعرفوا الحقيقه باش ما يبقاش يخرجوا الاشاعات. وانت دابا كيفاش انا غادي نعرف سعاد؟ كيفاش انا غادي نعرف سعاد وانا عايشه في الخارج وهي عايشه في المغرب وهي فاسيه وانا من كازا كازاويه؟ كيفاش غادي
يعني كمتتبعة تبعتي الموضوع ودخلتي مع وتعاطفتي معاها؟ كمتتبعة. وبالنسبة للخارج، بالنسبة اختي مريم كذلك يقولوا انك انت اللي تفركي على السعاد تخرج دوك الخرجات انها تبكي وتغوت وتهضر مع الناس ديك الطريقة، واش كنتي معاها ولا ضد هذاك الشيء؟ ياسين انت اكثر واحد عارف باللي انا ما كنبغيش تخرج لا تبكي ولا تدمع، انا كنبغي ندير روتينات من جهه الشركة. هذا الشيء عارف وانا بغيت نسال في الفيديو سؤال كما محتاج تسولوا ليا، لا بغيت باش الناس يوم يعرفوا الناس، فهمتي؟ انا مني قبل ما يخرجوا هاد الملفات وقبل وانت ياسين راه تكون عاقل علي الا باقي عقلتي. عقلتي المشكل اللي كان وقع ما بين طام الفرشه وما بين سعاد. فعلا انا كنزاوك فيك في الخاص وكنراك فيك باش ما يخرجش يضرب فيها. فعلا عقاوة انا شحال من مرة كنت يعني انا ما كنتحكمش في سعاد، سعاد راسك كدير شي حاجة عاد انا كنصلح لقيت ما نتصلح، وانا بطبعي مسالمة وانا بطبعي كنبغيش المشاكل، يعني كندخل بخيط ابيض دائما. فعلا انا كنت حمرة صالحتيني مع الاخطام والفرشة وكذلك مع السعاد، كنتي كتقول يخرج دافع عليها وهادشي انا كنشهدت فيه وشهدت الحق، وانا قلت لك في الفيديو السابق. شوف انا نسيت شي حاجة كملها من عندك يا ياسين، انا حيت مني غادي نصح مثلا غادي نطلع معاك، ولكن انت راك تقريبا راك تعيش يعني كنتي معاك القصة معانا عارف. فعلا انا عقلت ملي كنتي كتقولي راه انت كنتي دافع على سعاد، سعاد راه هبيله ما ديوش عليها الخرجات ديالها راه غير الضغوطات اللي عليها، هادشي كنتي كتقولي لي ما نكذبش. شوف سعاد انا باقا كنقول اليوم الى هذا وهذه قناتي، سعاد طيبه عندها اخطاء لانها مني كيكثر على قوه الريات وقوه الضغوطات كدوخ وكدير داكشي اللي تيقول لها راس، ولكن هي في الداخل ديالها انسانه طيبه ودرويشه. حيت هاد النقطة باش نوضحها اختي مريم، هاد النقطة حنا خوتي حنا كذلك كنهضر مع السعاد ولا كنتواصل معاها، راه كنقول لها اش كديري كديري العكس بعض المرات، وكذلك القنوات اللي كتواصل معاها عارفة ان السعاد كتديري خلاص. دابا انت واحد القضية، حنا كنا كندخلو كنا في مكالمة وكنتي وانت كنتي مواكب كل شيء راك عارف ياسين. فعلا عارف بلا ما نعاود لك. نصيحة ديري روتيناتك، خدمي على وليداتك، بعدي من هاد الشيء بعدي من فهمت. انا شوف انا لو كان جات عليا انا يقبل من زين المحارم سعاد راه كانت عندها جيمش بارطمان، كنا كنقلبوا انا وياها في اليوتيوب على بارطمان، وكانت كتقلب مع واحد الوحده من عائلتها بلا ما نسميها باش بلا ما كاين شي بشر كاع ما يستاهل واحد تيسميه، وكانت كتقلب مسكينه على هادشي كامل باش بناتها يرجعوا ليها وتشري لهم دار زوينه وزيد 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 وزيد، وانا ديما كنت كنقول لها ديري الروتينات، واليوم الى هذا بقا تنقول لا ولا ديري الروتينات اسمح لي غير سين راني كنقطع. لا لا عرفت كتسمعي انا سميتي بلا ما نطول لك بزاف، المهم الله يشافيك. لا غير سول ولكن انا نهضر ونسرح شويه. القضيه ديال زينه المحارم، واش فعلا انت دفعتي سعاد باش تخرج هذا الموضوع وباش تهضر في هذا الموضوع؟ لان بعض القنوات كذلك كيقولوا هذه القضيه ديال زين المحارم انك انت عندك. انا شوف انا ما ندافعش على راسي بلساني، انا نخلي المعنيه بالامر. هاد سعاد اليوم كاينه في معروضه عندها واحد المناسبه، من غادي تجي هي انا ما كنبغيش نضغط، ما كنبغيش نقول ليها، حيت هي براسها قالت لي بقيت فيها قالت لي خارجين كل واحد اش كيقول عليك، انا نخرج نوضح. وضحات هي تبارك الله ما وضحاتش، انا ان شاء الله انا غادي ننصح شويه نوضح كل شيء غادي نوضح بالتفاصيل الدقيقه. انا ما عمرني ما زيدت سعاد الشكايات، ولكن ضد الشكايات وضد شي حاجه اللي سعاد غتخسر فيها فلوسها وغتخسر فيها وقتها، وهادشي انت ياسين راك عارفو راك واكبتيه معايا، ويوم ما هضرنا فيه ويوم كنت كنقول لها سعاد فلوسك سيري دير مستقبلك، رمي كلشي من وراك دير مستقبلك ومستقبل ولادك، خدمي على راسك وخدمي على وليداتك، ديري شي حاجه اللي تلقيها في المستقبل ديالك، هذا هو الهدف. انا كنبغي ان سعاد، انا قدرت شي حوايج نأثر عليها، انني زيدت شحن الطوموبيل، عقلتي تشرح عليها ياسين، كنت كنتمنى تلبس احسن لبس، كنت كنبغي نتواصل مع واحد الدكتور باش يدير ليها الشفط،
وهادشي راه خاطر علي واحد السيد اخر. المهم انت راك عارف هادشي اللي كنت باغي نسوعد، نشوف واحد الصوره زوينه، نشوف مجموعه مع وليداتها، نشوفها كدير المستقبل ديالها. اما انا ما طلقت، ما زوجت، ما قلت لها شنو ديري. واش انا اللي كنت كندير المحاكم؟ انا اللي كنت كنقول لها، كنشد من يدها وكندير الكوميساريات. انا اللي كنت كندير، انا كنت في المغرب. انا اصلا انا بيني وبين سعاد راه بينا بحر، راه بيناتنا غص. لو كانت على التليفون كنهضرو فعلا. صافي مزيان اختي مريم، وضحتي هادشي باش توضح الصوره، ما يبقاش كل واحد سولني اي سؤال. سولني انا غنجاوبك، راه غنجاوب ونقول الحق. حتى انا ما سبلت شي واحد وما كنخاف من حتى شي واحد. وانا ماشي، انا ما عنديش ادب. انا نقول لك واحد القضيه، بحال دابا كلشي خارج كينبح، وتخرج لينا بتوضيح وتقول انا هادشي كون ما عاودتيش ليا انت ياسين والله ما نجيب لي اخبار، وكون ما قالتوش ليا سعاد والله ما نجيب لي اخبار، حيت انا مديها غير في مغدي. انا ما عندي، ما غنستافد، حيت انا ما عنديش ادسنس. فهمتي؟ هضروني محتوى. انا اللي غنخرج نهضر، كيقول لك خرجي هضري، انتم اللي كتهضروا كتستافدوا. واحد القضية قبل ما نكمل المكالمة باش تسمعوا كاملين، اعتذر من صحاب القنوات اللي معنا ولا اللي طالبتو على الكلمة ديال كلشي كينبح، هي معاها غير معصبة ومريضة، بغات تقول زعما كلشي كيهضر. اعتذر منكم اخوتي العزاز باش بعض القنوات ما ياخذوش بهاد الحساسية ولا شي حاجة. انا براسي ما بغيتش نقول عليا بحال هكا، فهمتوا غير كما كتقولوا، جابت التعبير وصافي. دير لي محتوى كتستافدوا، اما انا ما عنديش غنخرج نهضر لكم ولا نبرر لكم. لا شوفي واحد الناحيه اختي، شوفي واحد الناحيه اختي مريم، غير بنادم كما قلتي ما يلوحش الباطل، مازال ما يكذبش حتى كاين شي حاجه كاينه. دابا انت طلعتي انت وضحتي، انا ما كنكذبش. على اي غلط ولا اي حاجه، انا كلمه الحق غادي نقولها، فهمتي؟ حيت هذه الصراحه هي الصراحه. فهمت، فهمت اختي مريم، مزيان وضحتي هادشي، لان باش ما يبقاش هذا الموضوع يتسد صافي، ما يبقاش في يقول منا وش يقول منا، والله انا معني بالامر. شوف انا دابا كنهضر معاك، بلاتي ياسين، كنهضر بلاتي. شوف يا مريم اختي، سيري ارتاحي، بغينا نطول على المكالمه. اسمعني، لا عندك شي سؤال سولني. واش انت اللي خرجتي؟ انا واش انت اللي خرجتي؟ واش انت اللي فرصتي على سعاد باش دير هذا التنازل وهذا الصلح؟ أكيد لا، أنا قلت لها سدي هادشي مني، هي تشكات مني، تشكات عليا، وهي اللي بغات. حيت هي من قبل، قبل رمضان، مني قالت لي لا أنا ما بغاش ندير، وأنا ما بغاش ندير، راح تغمد الرأي ديالها. فهمتيني؟ فعلا صافي، حبس أنا ما نقدر. قالت لك صافي، قالت لك أنا مازال غادي زعما أنا غادي نقاد أموري. مني هي تشكات وقالت لك أنا وصلت بيا صافي، يعني اش قالت لك؟ قالت لك راه ساعية وليت كنسعى، ما عمرني ما سعيت في حياتي في اليوتيوب. فعلا هادشي ديال المحاكم، فعلا هي ما عندهاش، فعلا هي ما عندهاش، ماشي كذوب، لأن بصح هي ما عندهاش. فعلا فعلا انا هادشي اللي سمعت، باش ما نكروش واحد القضيه، راه هادشي ديال التقريبات وهادشي كيفيه فلوس صراحه. راه الانسان قالت لي ما تمشيش في العشيه فلوس، ومني كتشد واحد المحاميه اللي عندها سميه كبيره، كان المحاميين الكبار وسيرتو ماشي محاميه كبيره، انا معروفه في المغرب وبلاد الوسام، يعني كتجي عندك من مدينه لمدينه. فهمتيني؟ احنا هنا في اوروبا مثلا، الا كنت انت مثلا في مدينه وجا عندك محامي من مدينه، راه كيطلب لك 3000 يورو. فهمت، حتى 2000 يورو اتعدي البلاصه. يعني الله اعلم في المغرب شحال اللي بخي، حيت انا ما كندخلش معاه في التفاصيل، هذا ما كندخلش معاه فيهم. ولكن اللي عارفه ان سعاد من ذاك النوع اللي عنده عزه النفس، ماشي من النوع مثلا اللي تبغي، فهمتي؟ تبغي تطلب ولا، يعني راه توصلت بها الجد. بالعكس هي راه من داك النوع اللي كتعطي حاجتها ماشي ديالها، راه جيده. فهمتي؟ وهادشي انا كنت كنلاحظو مني، كنت الناس اللي مشاو عندها راه غادي يشهدوا بها هذاك الحق، يعني من النوع اللي سخيه. فهمتيني؟ ماشي من النوع اللي، ولكن مسكينه مني كتشوف، ماشي من اللي كتبروفيتي ولا فعل بروفيتاج ولا ولا تستغل ولا تطلب منك شي حاجه ولا هذيك كلمه حق انا نقولها. فهمتي؟ ماشي هادشي نهائيا. يعني انا بحكم معرفتي بها واحتكاكي بها، يعني كنهضر معاها بزاف، كنقول كيفاش هي كتخرج وكتقول لهم عاونوني اخوتي وهاد،
ماشي قد الأنفس، يعني إلا السيدة وصلت بها الآخر، فهمتي؟ يعني المهم مثلا مبقاش عندها باش تخلص، مبقاش عندها باش تخلص، أش غدير؟ تمشي تبيع دارها ولا تبيع الطوموبيل تمشي على رجليها؟ شنو غدير مثلا؟ فعلا الله يكون في العون. هي ما هي موظفة، ما هي والو، راك عارف ثلاثة ديال الدراري، المدرسة ديال بنتها دابا راه بنتها قبل ما تجي، بنتها راه كانت عند خصها وما خلصتش لها المدرسة، راه خلصت لها شهرين، فهمتيني؟ فهمت مصاريف، وزيد عليها المازوت تاع الطوموبيل، وزيد عليها الدراري مصاريف، وزيد عليها الدري الصغير مريض لها كتمشي تدي عند الطبة. يعني باش راك عارف انت باش الواحد كيدوز عند الطبيب وباش كيدير تحاليل وكيدير لي زاناليز، راك عارف انت داك التخربيق المغرب راه فيه مصاريف كبيرة. شوفي حنا باش نكونو سعاد مع دورة سعاد، ضغوطات ضغوطات ديال العودات. شوف نقول لك واحد الكلمة، راه ديك السيدة باز ليها والله. دابا تخيل معايا انا، بحال دابا انا كنت مثلا داكشي اللي عاودتي ليا ولا اللي عاودت لي ديك سعاد، فهمتي؟ ولا داكشي اللي انا والله ما جايبه للدنيا اخوان. انا راه وحده ما غاديش نبغيش نسمي باش ما نديرش لها دعوات، وحده عندها المهم هي اللي صيفطت لي الفيديو ديال واحد خيتي تاهي عندها قناه كنت طلعت معاها شحال هادي، انا ما تفرجت فيه لان انا كعارف انت ياسين انا كيفاش دايره، انا مريضه دابا. يا كنستغرب كيفاش بنادم، يعني كيفاش بنادم كيهضر، وكيفاش بنادم كيدوي، وكيفاش كيالف القصص، وكيفاش لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. يعني الناس راه ما دايرهاش الموت قدامها، الناس راه ما كتحب الدنيا، دنيا يعني دنيا الخلود، يعني ما دايرهاش الله كاع قدامها. كنبقى كنشوف بالكذوب ونشوف كل واحد يلغي بالغاه، وكل واحد ما مش غنقول لك لا حول ولا قوه الا بالله وحسبي الله ونعم الوكيل. هادشي علاش بغيتك كنتي مزيان ملي وضحتي باش الناس، علاش القنوات قلت لك بعض القنوات اللي مع سعاد نيتك عارفه قنوات داروا نداء اخت مريم باش توضح، لان خرجوا بزاف المغالطات كيسمعوا هذا كيقولوا هذا. شكون اجي نقول لك شكون انا باش نوضح؟ واش انا يوتيوبر عندي قناه؟ انا سعاد شنو غنستافد منها مثلا؟ هذا بالراي شنو غنستافد من سعاد مثلا؟ شنو الاستفاده ديالي انا منها؟ مصلحه سعاد، غير مصلحه سعاد. شنو بنادم مابقاش كيامن بواحد الحاجه؟ اجي نقول لك واحد الحاجه بعدا نهضروا عليها. ياسين انا شنو استفدت منك انت؟ لي انا نهار اللي تعرفت عليك درتك بحال خويا الصغير ونصحتك لوجه الله وشهدت شهاده الحق. فعلا فعلا الى نصحتك ورحمه امتك في قبرها. انا كنت الناس اللي ما عرفوش واحد القضيه، انا كانت عندي واحد القناه لا داعي لديك الاسم ديالها، كانت قناه ناعسه مره، تواصلت معايا الاخت مريم، كنت ندير واحد اللايف وتواصلت قناه نمره، تواصلت معايا الاخت مريم. كيفاش غنتعرف مع الاخت مريم؟ نصحتني على القناة، فتح قناة ياسين جديدة وبان بوجهك. أنا كنقول لها مستحيل بان بوجهي في القناة، قالت لي لا والو أنت ماشي مرا باش غادي تحشم ولا تضرك، خاصك تبان بوجهك. ملي فتحت القناة بقات هي النت مواكبة معايا، كما كتعطي نصائح لسعاد كذلك ياسين نخدم على راسك، ياسين تعطلتي ما حطيتيش فيديو اليوم، ياسين لا خاصك تخدم بحال هكا، هذه شهادة لله والحمد لله. رشوا القناة الحمد لله غدا مزيان، كذلك المصداقية. الله يعطيك الرضا ويرضي عليك ويرحم ميمتك في قبرها. ياسين عمرني انا طلبت منك شي حاجه ولا استفدت منك بشي حاجه ولا كل الصراحه قلت كذا باش العكس عمري ما يعني انا كنت معتبرك بحال خويا الصغير، يعني ماتت الام ديالك بحال ماتت امي. وانا بحال بكيتي معايا راه عرفتي داكشي، انت كتبكي وكتنوح في هذاك وحنا كنبوحوا معاك. عقلت اختي مريم والله داك النهار ما يتنساش. عقلتي هذاك الشيء اللي كنت نهضر عليه بغيت ضروري باش حيت نكذب عليك. ملي كنسمع انا سمعت عام كاين ديال التواصل وهذه قلت ما يمكنش، لان انا عاقل في شهر ثلاثه كنتي كتجي عندي قلت ياسين النمره ديال فلان. ياسين قبل فاش دويتي معايا قلت لك واحد الكلمه، شتي هاد الناس كلهم ما كيهمونيش ولا كيزعزعوا فيا زغبه. انا ضرني خاطري عليك انت مثلا ملي شفتك داير داك العنوان اللي كان باش نعاود نكمل لك نوضح هاد النقطه اخوتي مريم. حتى انا كنت درت فيديو انتقدت، ما كتبش لك ملي سمعت كيتمروا عليها مغالطات وهذا الشيء، درت فيديو هضرت عليها بقى فيها الحال. لا انا عارف انك انا ملي كنسمع ان الاخرين كيلوحوا على اخوتي الباطل، ها عام هادي ها دايره ها مجرمه هادي، صافي صافي انا هضرت في الموضوع خويا الصغير عزيز عندي. فهمت انك انت كتعرفني انا كتعرفني انا كنت انا اشنو اللي انسانه انا كيفاش دايره،
فهمتيني ولا لا؟ انا كنعرفك، الباقي انا كاع ما كيهمونا ياسين، انت كعرف شخصيتي كي دايره، انا مريم حتى انا ما عندي قناه غنتناقش معاهم ولا غنتجاوب معاهم، حتى انا غادي نربح معاهم ما والو، انا بعيده كل بعد على هادشي. انا حاجه واحده اللي كنتمنى من الله ان هذيك السيده ان سعاد انها تفكت المشاكل ديالها، وان الناس بحال دابا الناس بزاف كيهاجموها وشي كيقول تنازل تنازل، لا شوفوا المتتبعين اللي يدو في العافيه راه ماشي بحال اللي يدو في المبارد، حنا كنقولوا خاصه دير وخاصه تفعلوا، وكنشوفوا بعينينا حنا وكنشوفوا داكشي غير في المواقع، ولكن الواقع راه شيء اخر. شنو كتعاني هي؟ شنو بنتها في الدار معاها؟ تموش كتظن ان كاين شي دراري مثلا يبغوا يعني مثلا ان باهم يزيد يخيخ في الحبس، وكتظنوا انتم مثلا ان هي سهل عليها مثلا ان بنتها تتزوج وما تحضرهاش، وان هي بنتها في دعاوي، وان بنتها داعيها باش تدخل الحبس، هادشي راه كله كيأثر على النفسيه. وانتم كتظنوا ان مثلا ان خصكم تعرفوا الوضع اللي هي عايشاه في دارها، وان والديها براسهم هما ما راضينش على هادشي، المرأة ما كتهضرش معاها كتقول لها حبسي هادشي وحبسي هاد الشوهة وحبسي، وهي براسها ما راضياش على هادشي. هذا غادي تنوضوا واحد الفئة غيقول لك علاش دارتو نهار الاول، غندخلو في واحد المسلسل اخر ونقولو كاع ها اللي قالوا ليها وها اللي زيدوها وها اللي وغنبقو في ها اللي وما ها اللي. انا علاش نصحت نصيحة واحدة، اسمح لي ياسين دقيقة اخويا ان شاء الله شوية الماء دقيقة اخويا دقيقة. صحت نصيحة واحدة ان تحبس كل شيء وتسرح تبالها، ناس كي الناس واحد النهار عيطت ليا بكيت قالت لي مريم انا بغيت غير الناس، بغيت غير الناس وصبح ناس زعما كي الناس، راه ماشي راه مريم اللي كتعيط لها، راه امة محمد كتعيط لها، ماشي مريم اللي كتعيط لها، راه بزاف اللي كيعيطوا لها. انا ربما انا عزيزة عندها، علاش انتي عارفة انا ما كنستافد منها والو، وعمرني ما بغيت لها مضرة، انا بغيت دير غير مستقبل باش نجمع مع وليداتها، بغيت تبعد من المشاكل ومن الصداع حيت راحت البال هي كل شيء. حيت واحد النهار واحد النهار واحد جيغة جلطة جيغة سكتة قلبية، انا شي حوايج بعدا انا 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 بعدا ملي خرجت من السبيطار ياسين خرجت متأثرة، بيش وحدة ماجت حدايا، فهمتي؟ فهمت ملي كتشوف الموت حداك وكتشوف شي حوايج تقول يخ منك الدنيا وما يجي منا، علاش الناس ما فهمت مابقاش عندهم الرحمة، مابقاش عندهم الإنسانية ولا الرحمة ولا الإيمان، إيماننا ضعف بزاف يعني، ما كان صافي كنا كنهضروا صافي كندويو صافي، علاش ما كنحسوش ببعضياتنا، علاش ما نقولوش بالعكس شي حاجة اللي ما فيهاش صداع وما فيهاش شيطان وما فيهاش ما دخلش فيها إبليس نالو إبليس صافي تحدد الصداع صافي، راه بنادم تيايا. أنا واحد القضية فين الصداع؟ أنا باقا كنقولها، أنا باغا تحد الصداع ياسين، أنا ما كرهتهاش تحد الصداع وتسد بابهم كما قلت لهم، كل شيء يدير التزامات، بكري شي يدير التزام، لبنى دير التزام، يسرى دير التزام، جداهم دير التزام، شي ما يهضر في شي، شي ما يجبد في شي. وانا كنت كنركز على واحد النقطة وراه هي لبنى تخرج تنسخني، كنقول ليها بكري شي يدير التزام باش يعرف راسو الا خرج يخدم بسعاد يمشي يعرف راسو غادي يتربى، راه كاين المخزن في البلاد فعلا، فهمتي؟ حيت هادشي اللي بغا يتعد فعلا صافي يتسامحوا يتناسوا صافي، كل واحد يدخل سوق راسو، كل واحد يدير المحتوى ديالو، كل واحد يعيش حياته صافي صافي. هي مايك هما قال لك يسوع اصلا استحاله داك السيد واش غتعاود ترجع معاه من بعد هاد المشاكل كامله، راه يصرحها بالمعروف تفارق معاه ولادو من يخرج من الحبس راه عنده الحق يشوفهم لانه باهم وهي امهم صافي، وكل واحد يدخل سوق راسو حتى هي ترجع لحياتها الطبيعيه، راه ما عايشاش حياه طبيعيه ياسين، تخيل وحده ما كتعيش ما كتشوفوش صراحه. الله يكون في العون.
تخيل وحده غتبقى تعيط هنا وتعيط هنا وهذا عيط لها وهذا دير لي الخاطر وزيد 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 وسيري خدمي وجيبي لها ما ياكلوا ما يلبسوا ما يشربوا وزيد 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 وعاد داكشي المصاريف تاع المحاكم وعاد الجلسات والستريس وزيد وزيد وزيد. يعني دابا ولات هي كتبغي تسافر مثلا غتفكر في الفلوس باش تفكر في الملفات باش تخلصهم باش يتسدوا فهمتي؟ وتخيل واحد عامين يعيش هاد المعاناة هادي والناس تفكر من هاد الجانب تفكر من هاد الجانب أن بنتها كبرت فاطمة الزهراء عندها 16 عام راه كتشوف هاد الشيء يفكروا دوك الدراري الصغار تما ملي غيكبروا صافي الملف تسد صافي الشيء الآخر يتسد هو كل واحد يدخل سوق راسو. انا هادو من الناس اللي كنعرفهم باغي الخير اللي باغي الخير كيسد البيبان اللي كيجيو منهم الريح وكيدخل سوق راسو وكيتكمش وكل واحد كيقابل حياته صافي هادشي اللي كنعرف. والمهم اختي مريم سمحي لي طولت على كنت باقا عيانه حتى تحي ان شاء الله شويه. لا شوف سولنا ياسين ما عندي مادام هضرت معاك راه هضرت معاك كنهضر وحق الله على هذه مشقة الانفس ولكن هضرت حيت هادشي كثر داكشي يعني كل مره خاصها تخرج بتوضيح على رخام لصحتي امال انا نخرج عندك لايف ولا نخرج عند سعاد ولا ونهضر دابا شوف ما بغيت باش ما يدخلوش الصراعات ما بين القنوات ويديروك انت كسلاح فهمتي؟ وكيقول لك خرجي وضحي واش انت شحال انا مسوقش لكم كاملين هذا ميساج انا راه مسوقه لتا شي واحد باش تكونوا عارفين حيت انا لستو انا ما كندخل لا ادسنس ما كندخل فلوس باش غادي نهضر اللي كيهضر راه كيدخل الفلوس انا ما هضرش انا ما انا شرحي للمتتبع المتتبع شنو الغرض عنده بيا انا أنا مش أنا متتبع متبعني أنا عندي قناة متتبع إرضاء الناس ما عمر الناس ما غترضيهم لأن كل واحد كيشوف وجهة نظره مع احترامي للجميع. أنا مثلا وجهة نظري أن سعاد سد هاد الملفات وكل واحد يسير التزامات وكل واحد يدخل سوق راسه وتعيش حياته حيت أنا كنضر لها من جانب الإنساني ومن جانب هذوك الوليدات باش تجي تبرك تقابل وليداتها باش تبقى كنهضر في المحاكم وكنهضر في المشي تاع المشاكل حيت ما كنبغيش نبقى نهضر في التفاصيل حيت حنا ملي كنهضر معاها وكنشوفها هي كتبكي ومدم يعني عاد كيجيو لهم وهاد يقول لك كتخرج وكتبكي علينا وكدير وبنادم مني ما كاينش واحد اخر في بلاصه انا بعدا ما نقدرش انا في بلاصه كرة الله يرحمني بنادم على سبا كتجي سكته قلبيه على سبا كتجي جلطه دماغيه على سبا كيركب السكر على سبا كيولي يطلع ليه طونسيون ودابا في نظركم الانسان اللي كيخسر صحته ولا بدا يخسر حياته ودوك الدراري بقاو يتامى ما شافوهاش ولا الناس كتستمتع بالالم ديال الاخرين شنو الاستفاده ان مثلا واش عمر شي واحد نقول لكم هاد الهضره ادخلوا لي الهضره اخرى على كاين شي ام مثلا تتزوج وهي ما تحضرش لها مهما يكون الخلافات لكن واحد الحب فطري راه ما يجرى ولا ما يدرى راه سعاد كتبغي ولادها وراه كيبقى في الحال وهادشي كلشي علاش دارتو راه دارتو على قبل ولادها على قبل بنتها سعاد راه كتبغي بنتها رغم ان مثلا كاع امهاتنا ما تقولوش لي حتى وقالت فيها ولا دارت فيها ولا امهاتنا كاع كيضربونا امهاتنا كاع كيعايرونا امهاتنا كتبقى الام راه هي الام فهمتي ومهما تكون الام كاع نديرو الام قاسيه ونديرو الام عارف كيف ما بغات تكون عمرها ما كدوز بناتها كاينش اللي كيدوز طرف من كبدتو يوصى يمكن النهار اللي غتولد غتحس وغتجرب الناس كتحكم غير على المظاهر شوهات بنتها ولكن ما عارفينش القصة كيفاش وما عارفينش داكشي كيفاش كيجي وما عارفينش هادشي غير كلمة تخيل معايا دابا ياسين كتقول غير كلمة كل واحد كيزيد عليها كلمات وكيخرج يدير بها فيديو فعلا والله حتى داكشي كيكبر والموضوع كيكبر وصافي وتا هادشي كيدير
هادشي اللي كيطرى ياسين. فعلا بلا ما نطول اكثر السنيت باش المكالمه طويله على الناس. شكرا سي مريم وضحتي كل شيء. ولا كان ماشي مشكل. الله يكرمك وشكرا لك. عنده القدره نهضر ياك. راني غادي نطلع معاك لايف وقبل راني تفرجت في الفيديو ديالك ياك. غنجاوبها على واحد الوحده قريت التعليق ديالها. متقش مريم، مريم كتمثل، علاش اختي غادي نمثل؟ غيجي يخلصني شي واحد، علاش غادي نمثل؟ كونك انتي ولا شكونكم انتوما كاملين اللي انا غندير لكم حساب. انا كندير حساب اللي خلقني الله سبحانه وتعالى. الا انا في قلبي الشر ولا هاد السيده نويت لها على الشر، ربي غادي يحاسبني. ولا انا في قلبي الخير وانا ربي عارف شنو في هاد القلب هذا، ربي اللي غادي يجازيني. هادي اخر كلمه غنقول. شكرا بزاف اختي مريم، الله يكبر بيك. والله الله يسهل لك اختي مريم. الله يسهل لك اختي مريم. شكرا بزاف. امين. بارك لك بسلامه اخويا. المهم اخوتي سمحوا لي طولت عليكم في هذا الفيديو. انا تعمدت اني نسمعكم مكالمه كيفاش دازت من الاول حتى الاخير باش تفهموا التفاصيل كاملين، باش تفهموا اشنو كاين. بزاف ديال الناس ولا بزاف ديال المتابعين كانوا باغين التوضيح من الاخت مريم. خرجي وضحي، خرجي وضحي. ان مره واحد مغالطه اخوتي راكم شفتوا، ولا حنا كنتواصلوا عام هذه وكنا خدينا موقف. انا نقدر نقول غلط اللي درتي يا اخت مريم، اللي دارت اخت مريم يمشي عند الطرف الغلط، لان يشوف هي ما كتعرفش هادشي ديال اليوتيوب وهادشي، ما عارفاش هي هادشي. يا اما مع هاد الطرف مع الطرف، يا اما مع سعادة متابعه. ملي شاف سميتو صافي تشد عند الغلط اللي دار. هو هذا كنقول لكم المغالطه تم تصحوا. راكم سمعتوا كامل الاجوبه اخوتي اللي سولتوني في اللايف الفيديو البارح، انا وضحتهم لكم باش ما يبقاوش شي مغالطات. كنتمنى هذا الموضوع انه يتسد وسعاد تخدم على المحتوى ديالها وترد بالها. حنا راه باغي سعاد عم صلاحتها وحنا مع الام، هادشي اللي كاين. تحياتي لكم اخوتي العزاز، الى فيديو قادم ان شاء الله. ما تنساوش اللايكات ديالكم والتعاليق والبارطاج، وحطوا لي شوفوا، حطوا لي شويه البصله والسوار في التعاليق، راه غيديروا هبطوا صحه. شوفوا راه غيديروا يطيحوا من السطح. قال لك عام وما كيتواصلوا معاها، قال لك بغات تبعد الاستاذه الروقاني. مالكم على الكذوب؟ ومالكم باغي نسيو سعاد مسكينه؟ مالكم لقيتوا هذه باغي نضحيوا بها؟ ها ادوي ادوي اللي خارجه كتكذبي وتقولي كنعرفها انا عام، باغي تغرقيها. اه صيفط انا قلت لك ولا شحايبر، واش نقول لك؟ الله يعطيك 100 شحايبر يعضوك. ولي امين. تحياتي لكم اخوتي الاعزاء، الى فيديو قادم ان شاء الله.